أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد الكافرين إلا في ضلال
صدق الله العظيم. Peserta terakhir dari cabang Tilawatil Quran golongan dewasa pada malam ini.